الآن هينضم إلينا الطفل شهاب الشعراني الآن اللي طبعا فاز بالمركز الأول في مسابقة كنز طيور الجنة. نسمع انشوده له هو معنا على الهواء يا شباب، ولا أول أخذه معي؟ إذا خلونا ناخذه علشان الخط يعني ومشاكل الخط الفنية. طبعا ناخذ الآن شهاب الشعراني الطفل الموهوب الرائع البطل شهاب الشعراني. سلام الله عليك شهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شهاب، مساء الخير ايضا عليك. مساء الخير شهاب، كيف حالك انت الان؟ فين؟ في بيروت؟ انا في بيروت. ايوه. كيف بيروت؟ خبرني، حلوه؟ الحمد لله تمام. ايوه حلوه. يا ريت ترفعوا لنا الصوت الشباب عشان يسمعوا اللي عندنا ايضا، يا ريت. معليش يا استاذ حمزه، مع تحياتي لك طبعا. شهاب، اولا انا ببارك لك الف 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 مبروك لفوزك طبعا في مسابقه كنز طيور الجنه. الله يبارك. شهاب انت صوتك جميل ورائع، من وين جبت الصوت هذا؟ من وين الموهبه ذي اللي عندك؟ موهبه من الله. من الله، الحمد لله والشكر لله، الله يزيدك كمان وكمان يا شهاب. شهاب انت 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 شاركت لاول مره طبعا في كنز الطيور الجنه؟ نعم نعم. اوكي، كيف بدايه مشاركتك كانت يعني؟ يعني بدايه مشاركتك كيف؟ احكي لنا. اول مرحله كانت اتصلت الى طيور الجنه عبر التليفون فسمعتهم انشوده، فرجعوا اتصلوا لي قالوا ان شاء الله انت من الفائزين، فاحضر الى كذا كذا يوم كذا كذا، فحضرت بفضل الله فزت. كم عمرك يا شهاب؟ عمرك كم؟ 11 سنه. 11 سنة. طب خليك معي يا شهاب، طبعا خلونا يعني افضل، انا طبعا ما رحبش بضيوفي هنا علشان يكونوا معنا. اوكي، طبعا على يميني طبعا انا برحب مشاهدينا الافاضل بالاستاذ القدير طبعا محمد مصطفى العمراني الكاتب محلل السياسي، ايضا بجانبي الاستاذ صالح السليمي الكاتب المحلل السياسي رئيس تحرير صحيفه الصحافه الاسبوعيه. اهلا وسهلا بكما. اهلا وسهلا حياكم. ايش تقولوا لشهاب؟ مبروك، الف مبروك، وانا اتمنى له مستقبل زاهر ورفع رؤوس كل اليمنيين. اوكي استاذ صالح ايش تقول؟ من شهاب نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقه وان يعينه ان شاء الله مزيد من النجاح ان شاء الله في المستقبل. طبعا شهاب صوتك جميل وموالك كان حلو وما الى ذلك. عيني تحنون قلبي ونور روحي مشتاقه لشوفكم يا احبابي قلبي وخلوني بغيابكم عقلي شرد واحترمت اشواقه مثل الجاروسي لو عن قلبي أحزانه شفتك بعد عني بتروح تنساني والغربة في بعدك يا حبيب حراقة من بعد فرجتكم النوم جرحاني صاركم على ظاهرك ما طيق نفراق شفتك بعد عني بتروح تنساني والغربة في بعدك يا حبيب حراقة من بعد فرساكم النوم جفاني طاركم على ظاهر ما تيجى نفراق. شهاب شهاب شهاب، شكرا 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 يا شهاب، شكرا لك يا شهاب. احنا برنامجنا 10 و10 طبعا حاولنا انه انت تدخل فيه، انت البركه طبعا، انت الجو الجميل تلطف السياسه عندنا يعني، فانا بهنيك وهذا طبعا تحيه مننا ومن قناه سهيل ومن كل طاقم قناه سهيل ومن كل المشاهدين، تحيه لك. الله يحفظك ان شاء الله يبارك فيك، وتحياتنا للبابا والماما وللاهل كلهم يا شهاب، وايضا بنهني والدك ووالدتك واهلك كلهم، ويا رب صوتك هذا ايضا يوصل لاخر الدنيا يا رب. أحب أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكر قناة سهيل على استضافتها لي، وأشكر جمهوري العزيز على تصويتهم وتفاعلهم معي، وأهدي هذا الفوز لشعب اليمن العظيم. تحية كبيرة عظيمة طبعا لشهاب الشعراني، وتحية لكل المبدعين في البلد وهذول الرائعين يعني.